أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يقول ربنا عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لابد أن نأخذ العبرة مما حدث ومما يحدث. من المهم أن نهتم بهذا الفيروس. لا يجوز الاستهانة بأي مرض. في الحديث الشريف: ثلاثة قليلها كثير، المرض والنار والعدو. ربما مرض بسيط يؤدي بالإنسان إلى الهلاك والموت، ورب نار في عود كبريت يؤدي إلى احتراق مدينة بأكملها، ورب عدو ضعيف ينتصر على الإنسان. فلا يجوز الاستهانة بهذا المرض. لكن الاستهانة شيء، والخوف من المرض شيء آخر. كما لا تجوز الاستهانة بمرض كورونا، كذلك لا يجوز الانبطاح والاستسلام والخوف من هذا المرض. يقول ربنا عز وجل: الشيطان يخوف أولياءه، ويقول عز من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن ما هي العبرة؟ العبرة الأولى أن علينا أن نعرف أن البلاء نوعان: البلاء المعنوي والبلاء المادي، وأحدهما يرتبط بالثاني. الظلم بلاء معنوي، الطغيان بلاء معنوي، سوء الأخلاق في المجتمع بلاء معنوي، وهذا يؤدي إلى بلاء مادي. يعني من قال أن سوء الأخلاق عند الناس لا ارتباط له بأجسامهم مخطئ. من قال أن الظلم والطغيان لا يؤدي إلى خراب الأوطان مخطئ. الظلم والطغيان، يقول ربنا عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. هذا المرض كأي عارض آخر، كأي شيء آخر، لابد أن يدفعنا إلى التوجه إلى الله، وأن نعرف أن لهذا الكون ربا، وأنه لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بأمر منه. لا يقول أن قائل أن هذا الفيروس انتشر بدون أمر الله، لا، أمر الله في انتشار هذا الفيروس واضح. كيف نعرف أن أمر الله في هذا الفيروس واضح؟ الصين وهي الدولة التي بدأ الانتشار لفيروس كورونا من هذا البلد العريق المترامي الأطراف، والذي يضم سبع البشرية، أكثر من مليار من البشر في هذا البلد. هذا البلد، الحكم في هذا البلد طغى وفرض على أكثر من مليون من المسلمين الحصار والإقامة الجبرية، وبدأ الصحفيون في تلك البلاد يستهزئون بنقاب النساء المسلمات، ويجبرون الرجال على أكل لحم الخنزير وعلى شرب الخمر. الله فرض عليهم مرضا، هذا المرض أدى إلى حصار 40 مليون منهم، والنقاب الذي استسخروا منه فرضه ربنا عبر الدولة نفسها وعبر المسؤولين أنفسهم على الرجال والنساء معا. الإسلام منع الناس من أكل الحشرات، استهزأوا بهذا الأمر. وإذا بهذا المرض ينتقل من عالم الحيوان، إما عالم الخفاش أو عالم النمل أو عالم الحيات، بالنتيجة انتقل من ذلك العالم إلى عالم الإنسان. وأخاف البشرية أجمعهم، لا نتشفى قطعا ويقينا. تسأل: هل البشرية ستتغلب على هذا المرض؟ أقول لكم نعم، لأن الحديث الشريف يقول: ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. لابد أن نبحث عن الدواء،
لهذا المرض، وأن نمنعه بالوقاية، وأن نبحث عن اللقاح، ولا بد أن نتغلب على ذلك. لكن أن ننظر إلى هذا المرض كابتلاء إلهي، لا بد أن نتوب إلى الله، لا بد أن نتضرع إليه، لا بمعنى أن لا نبحث عن الوسائل المادية. ربنا عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الهداية من الله، تطلبه من الله وتبحث عنه، وأيضا الطعام من الله وتبحث عنه، الارتواء والماء من الله لكن تبحث عنه. كذلك الأمر فيما يرتبط بالمرض: وإذا مرضت فهو يشفين. الذي خلقني، لكن تبحث عن النبي، تبحث عن الدين، تبحث عن القيم والمثل. لا تجلس في بيتك وتقول إن الله يهدي، السعي منك. ولا تجلس في بيتك وتقول إن الله يطعم، لابد من البحث عن الطعام. لا تجلس في بيتك إذا مرضت وتقول إن الله يشفي، الله يشفي، لكن عليك أن تبحث عن الدواء. في الحديث الشريف إن نبيا من الأنبياء مرض فقال: لا أتداوى حتى يشفيني الذي أمرضني، فأوحى الله تعالى إليه وقال: لا أشفيك حتى تتداوى، فإن الشفاء مني. المرض من الله والشفاء من الله. أنت لا تبحث عن المرض لكن الله ينزله عليك، لأن الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. من كان يتوقع أن هذا المرض، الفيروس الذي لا يرى، يعني انظر إلى قدرة الله عز وجل. الله عنده وسائل. الناس يخافون من الزلازل، الناس يخافون من الحرائق، لكن فيروس لا يرى بالعين المجردة، هذا يجعل أهل العالم في حالة خوف وهلع، ويخسر البشرية خسائر مادية كثيرة. إلى الآن قرابة 300 مليار دولار خسائر الصين وحدها، خسائر بقية الأمم تتلو وتأتي. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول ربنا عز وجل في آية أخرى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف في حدوده المعقولة شيء مفيد. الطالب يدخل في الجامعة يخاف من الفشل فيدرس، التاجر يدخل في السوق ويخاف من الفشل فيعمل بجد. أيضا بعض الخوف مطلوب، ولا بد أن نعتبر من الخوف، أي أن نوجه الخوف وأن نفسر الخوف في أعمالنا تفسيرا صحيحا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن بشر الصابرين. فلنكن نحن من الصابرين، أن نبتعد عن الاستهانة بالأمراض، وأن نبتعد أيضا عن الانبطاح والاستسلام والخوف، وأحدنا يخوف الثاني، ونجلس في البيوت وننغلق على أنفسنا. هذا أمر لا يريده الله عز وجل. لابد من السعي ومن التعاون ومن العطاء المتبادل لكي نتجنب مثل هذه الأمراض، ونعتبر منها ونتوجه إلى الله عز وجل. في أحاديثنا ورواياتنا الكثير من الأدعية، وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات المباركات لدفع البلايا التي تعم. يعني مثلا زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو باب رحمة الله الواسعة، من الأبواب الواسعة لرحمة الله باب الحسين، وفي الجنة باب اسمه باب الحسين. فلنتوجه إلى الحسين لنقرأ زيارة عاشوراء، لنقرأ دعاء التوسل، لنقرأ القرآن الكريم، لنتلو سورة ياسين في الليل وفي الصباح، ومن ثم نتخذ الاحتياطات اللازمة وننطلق في الحياة، لا نتوقف.
التوقف في الحياة خطأ، لأن من جملة الأسباب التي تجعل الأمراض تسيطر على الإنسان الشيء الذي يسمى بالسترس، الكآبة، التخوف. حينما تستسلم للمرض فهو يسيطر عليه، إنما نتخذ الإجراءات وننطلق في الحياة بحول الله وبالتوكل عليه وبالتضرع إلى ربنا عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.